أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تعليم برنامج أوتوكاد. في هذه المحاضرة راح نتطرق إلى أوامر التعديل موديفاي، وطبعا هنالك مجموعة كبيرة من أوامر التعديل. طبعا راح يتم تقسيم أوامر التعديل على مجموعة محاضرات، في كل محاضرة راح ناخذ مجموعة من هذه الأوامر مع مثال تطبيقي لهذه الأوامر. وفي هذه المحاضرة راح ناخذ الأمر تريم وراح ناخذ الأمر كوبي. طبعا الأمر تريم وكوبي من أهم الأوامر في هذه المجموعة. إذا نجي إلى الأمر لاين، وطبعا راح نرسم خط، مثلا هذا الخط أضغط انتر حتى أنهي الرسم، وعندي خط آخر بهذه الطريقة، وحبيت أتخلص من الخط هذا المتقاطع مع الخط الأول. طبعا أقدر أتخلص من عنده من خلال الأمر تريم. أجي إلى الأمر تريم، أضغط عليه كليك، وضروري أضغط انتر بعد ما أضغط على الأمر تريم. أضغط انتر ومن ثم أضغط كليك على الجزء اللي أريد أتخلص من عنده. أريد أتخلص من هذا الجزء أو هذا الجزء أو هذا الجزء أو هذا الجزء. مثلا راح أتخلص من هذا الجزء، طبعا بإمكاني أتخلص من هذا الجزء. هذا الجزء اللي بقى ما راح أقدر أتخلص من عنده، ليش؟ لأن هذا ما متقاطع بعد ويا خط آخر. الأمر تريم يتخلص من الخطوط المتقاطعة. هنا أنا هذا ما متقاطع، ممكن هذا الخط عندي متقاطع مثل ما نلاحظ هنا، أنا هاي عندي نقطة تقاطع فأقدر أتخلص من عندها. هذن الخطوط ما راح أقدر أتخلص من عندها. طيب ناخذ مثال آخر، مثلا عندي مستطيل وعندي دائرة مثلا بهذه الطريقة، مثلا مستطيل وطبعا دائرة بهذا الشكل. جيد، وطبعا حبيت اتخلص من هذا الجزء اللي خارج المستطيل. طبعا اجي الى الامر تريم، ضروري اضغط على انتر من الكيبورد واضغط على هذا الجزء. الاحظ انه تخلصت من الجزء اللي خارج المستطيل، وايضا بامكان اتخلص من هذا الخط. ايضا اصبح عندي هذا الشكل من خلال الامر تريم. طبعا اجي الى الامر كوبي، راح يطلب من عندي هنا سلكت اوبجكت، حدد الشكل اللي تريد تنقله مثلا هذا الشكل. جيد، ومن ثم اضغط على انتر. بعدها راح يطلب من عندي حدد نقطة النقل، يعني هاي الدائرة منين اريد انقلها. مثلا راح انقلها من هذه المنطقة، فاضغط كليك واسحب الى مكان اخر. الاحظ انه راح يتم استنساخ الدائرة. طبعا راح يبقى الامر فعال، بامكاني انه استنسخ مجموعة ضخمة من الاوامر. طيب نعيد، لو عندي مثلا مستطيل، هذا مثلا المستطيل، وحبيت اخذ كوبي لهذا المستطيل، طبعا اجي الى الامر كوبي واحدد الجزء اللي اريد اخذ من عنده نسخة، ومن ثم انتر، ومن ثم نقطة النقل. مثلا اريد انقل من هذا المكان، وبالتالي اقدر انقل هذا المستطيل. حتى انهي الامر اضغط على انتر. طبعا ايضا بامكاني انقل مجموعه من الاشكال وليس شكل واحد، يعني مثلا عندي هاي الدائره، طبعا عندي هاي الدائره مثلا حبيتها تكون بهذه المنطقه، وحبيت اخذ كوبي لهذه المجموعه اللي هو المربع مع الدائره. طبعا اذهب الى الامر كوبي، راح احدد كل هذه الاجزاء. طبعا بامكاني انه احدد من خلال التحديد بهذا الشكل، واضغط على انتر، ونقطة النقل مثلا راح اختار هذه النقطة. وايضا مثل ما تلاحظون راح استطيع عمل استنساخ بنسخ كبيرة جدا من خلال الامر كوبي. راح ناخذ مثال تطبيقي على الامر كوبي والامر تريم، وايضا راح ناخذ اوامر الرسم اللي تعلمناهم بالمحاضرات السابقة. راح نفتح شيت جديد طبعا من خلال كويك اكسس نيو، ومن ثم طبعا نختار اي كاد، ومن ثم اوبن. طبعا اذا لاحظ عندي هنا الصفحات القديمه بامكاني انه اغلقها من خلال انه انتقل الى هذه الصفحه. طبعا عندي هذا المثال، هو راح يكون تطبيق لهذه المحاضره، وفي نفس الوقت راح يكون واجب لهذه المحاضره. طبعا هذه رسمه هندسيه بسيطه راح نرسمها. طبعا اذا لاحظ هذا الشكل، إذا لاحظ هذا الشكل عبارة عن مستطيل، يعني هذه الدوائر لو أجي أوصل بيناتهم راح يكون عندي مستطيل. هذا المستطيل العرض مالته 112 والارتفاع 88. راح نجي نرسم مستطيل طبعا مثل ما تعلمنا بالريكتانجل. طبعا راح يطلب من عندي تحديد الكورنر الأول، طبعا هذا هو الكورنر الأول، ومن ثم راح نختار دايميشن، وراح يطلب من عندي الاكس اللي هو
هذا الجزء اللي هو الأفقي اللي هو 112، ومن ثم أكتب الواي اللي هو 88. فراح أكتب الأكس اللي هو 112 إنتر، وراح يطلب من عندي الواي الارتفاع اللي هو 88 إنتر، وراح يطلب من عندي أضغط كليك حتى أثبت هذا المستطيل. طيب رسمت المستطيل هذا، راح أجي أرسم بركن كل مستطيل دائرة، مثلا هذه الدائرة وهذه الدائرة. وطبعا هذه الدائرة الصغيرة إذا ألاحظ هنا منطيني الدائرة الصغيرة 4x، يعني هذه الدوائر الأربعة كلهن متساويات بنصف القطر اللي هو 4، يعني هذه الدائرة الصغيرة اللي هي نصف قطرها 4، وهذه الدائرة أيضا 4، وهذه الدائرة 4، وهذه الدائرة 4. جيد، والدائرة الكبيرة 4xr12، يعني واحدة نصف قطرها 4 والثانية نصف قطرها 12. فأجي أختار أي ركن من هذه الأركان وأختار طبعا الراديوس، أي ركن مثلا راح أختار هذا الركن، أضغط كليك وأرفع إلى الأعلى الماوس، وراح أكتب 4 اللي هو نصف القطر، وأختار مرة أخرى راديوس وأختار بنفس المركز بنفس الركن، وأرفع الماوس إلى الأعلى وأكتب 12، راح يصير عندي الدائرتين، رسمنا هذين الدائرتين اللي هن بالأعلى. ممتاز، الآن راح أستنسخ هذين الدائرتين بجميع أركان المربع مثل ما تعلمنا من خلال الأمر كوبي. نضغط على الأمر كوبي، نحدد الدائرة الكبيرة والدائرة الصغيرة، ثم نضغط على إنتر، راح يطلب من عندنا مركز النقل، مثلا راح أختار هذا الجزء اللي هو بالسنتر، وراح يكون النقل بهذا الركن مثل ما تلاحظون، وراح يكون بهذا الركن، وراح يكون بهذا الركن، ومن ثم نضغط على إنتر. لاحظ أنه تم استنساخ الدوائر الأربعة، مثل ما تلاحظون هذه الدوائر الأربعة تم استنساخها. ألاحظ أنه هذا المستطيل بمنتصف بمركز هذا المستطيل مجموعة من الدوائر اللي هنا ذن الدوائر الأربعة. طيب كيف أرسم بمنتصف هذا المستطيل؟ طبعا راح أسوي X بهذه الطريقة، راح يطلع عندي السنتر، هذا السنتر هو راح يكون مركز جميع الدوائر. طيب كيف أعمل X؟ أجي إلى الأمر لاين وأختار من هذا الركن إلى هذا الركن وأرسم خط، ومن ثم أجي من هذا الركن إلى هذا الركن وأرسم خط، أصبح عندي هذا الراديوس. أجي إلى الدائرة وأختار أحد هذه الخيارات، طبعا نشوف شنو عندنا. عندنا هنا هذه الدائرة الصغيرة اللي هي الفاي 19، يعني قطرها 19، والدائرة الأخرى الار 19. جيد، نجي إلى الراديوس 19 أو سنتر راديوس، وطبعا راح نختار هذه هي النقطة وراح نكتب 19، ومن ثم نجي إلى الدايميتر 19 وراح نكتب 19 دايميتر. الآن بعد ما عملنا السنتر هذه الخطوط بعد ما راح نحتاجها، راح أضغط عليها كليك وديليت، ومن ثم كليك وديليت. أيضا هذا المستطيل بعد ما راح أحتاجه، أنا رسمته حتى فقط أرسم الدوائر، بما أنه رسمتها ما راح أحتاج هذا المستطيل، أيضا بإمكاني أنه أحذفه. جيد، الآن طبعا رسمنا الدائرتين الصغيرات، راح نجي نرسم الدائرتين الكبيرات. هذه الدائرتين طبعا هذه الدائرتين، الدائرة الأولى قطرها 88 والدائرة الثانية قطرها 112. طبعا نجي الى قطر يعني دايميتر، نحدد السنتر، وطبعا نرفع الى الاعلى راح يكون 88، وايضا راح نجي الى الدايميتر وراح نختار السنتر وراح نكتب 112 بهذا الشكل. جيد، الان رسمنا الدوائر ورسمنا الدوائر اللي بالاطراف، تبقى عندنا هذه الاقواس بهذه الطريقه. جيد، الآن حتى نرسم هذه الأقواس، إذا لاحظ أنه هنا عندنا أنه هذا القوس، هذا القوس إذا تشوفوه هذا القوس نصف قطرة، هنا مطينا نصف قطرة الآر 3، يعني نصف قطر هذا القوس 3، يعني عندنا شنو؟ عندنا راديوس، وهذا القطر يمس هذه الدائرة ويمس هذه الدائرة، يعني خلينا نغير الألوان، مثلا نختار الأخضر، القطر يمس الدائرة اللي هي باللون الأخضر ويمس هذه الدائرة اللي هي باللون الأخضر أيضا. فإذا هذا المماس بالإنجليزي يعني تان، يعني عندنا هنا تان وعندنا هنا تان وعندنا نصف قطر، يعني عندنا تان تان راديوس.
جيد. فإذا سهلة نقدر نرسم هذه الدائرة. إذا نجي لأوامر السيركل، إذا تلاحظون أنه عندنا الأمر اللي هو تان تان راديوس، تذكرون قلنا راح نأجله إلى محاضرات لاحقة حتى نتعلمه. راح نجي إلى الأمر تان تان راديوس، راح نكبر الرسم، راح يطلب من عندي حدد لي المماس الأول اللي هو هاي الدائرة، وحدد لي المماس الثاني اللي هو هاي الدائرة، وراح يطلب من عندي نصف القطر. طبعا نصف القطر راح يكون 3، راح نجي نكتب هنا 3 ومن ثم اوكي، راح يرسم لي هذه الدائره. طبعا اجي اختار الى تان تان راديوس، راح يطلب من عندي مماس اول، مماس ثاني، ومن ثم 3. طبعا راح اعمل بقيه الدوائر بنفس الطريقه اختصارا للوقت. جيد، الآن طبعا أكملنا جميع هذه الأقواس. الآن راح أجي أحذف هذا الجزء وأحذف هذا الجزء وأحذف هذا الجزء، يعني إذا لاحظ أنه أحتاج فقط هذا القوس، أحتاج فقط القوس وهذه الأوامر ما راح أحتاجه. يعني هنا أنا عندي دائرة، خلينا نجي مثلا نمسح بهذه الطريقة، خلينا نجي طبعا نسترجع Ctrl Z. إذا لاحظ هنا عندي دائرة، وهنا طبعا عندي دائرة، وهنا طبعا دائرة، وهنا دائرة. هذني ما راح احتاجهن اللي هن باللون الاصفر او ممكن يكون بالازرق. هذني الاجزاء ما راح احتاجهن، هذا الجزء ما راح احتاجه وهذا الجزء ما راح احتاجه. طبعا كيف احذفهن؟ احذفهن من خلال الامر ترم. فاجي الى الامر ترم، اضغط انتر، مثل ما قلنا الترم يحتاج انتر، وراح اجي احذف هذا الجزء، وطبعا هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء. إذا ألاحظ أنه أصبح عندي قوس بنفس الطريقة. طبعاً أقدر أحدد هذه الأجزاء هيك تحديد بهذه الطريقة، طبعاً نحدد هذه، نقدر نحددها بهذا الشكل، وهذا الجزء نحذفه بنفس الطريقة، هذا الجزء وهاي نحددها للأجزاء ونحذف هذا الجزء. الآن تقريباً الرسمة اكتملت، ما عاد عندنا الأقواس. طبعاً هذه الأقواس اللي باللون الأخضر راح تكون هذا القوس وهذا القوس. إذا لاحظ هذا القوس يمس هاي الدائرة ويمس هاي الدائرة ويمس هاي الدائرة، يعني عندي تان 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 وما عندي نصف قطر. بإمكاني أنه أرسم دائرة وأعمل لها ترم. جيد، نجي إلى الأمر تان تان تان، نحدد هذه الدائرة ونحدد هذه الدائرة ونحدد هذه الدائرة، ومن ثم نجي إلى الأمر ترم، أضغط إنتر، راح أحذف هذا الجزء اللي بالخارج، راح يبقى عندي فقط القوس. بنفس الطريقة أجي إلى تان تان الأول وتان الثاني وتان الثالث، ومن ثم ترم، طبعا لازم بعد الترم إنتر، وأحذف هذا الجزء. تقريبا الرسم اكتمل، ما عدا أنه عندي مماس بالأعلى ومماس بالأسفل اللي هو طبعا هذا الخط. مثلا نجي إلى السايز، عندي هذا الخط مثل ما تلاحظون، وعندي هذا الخط اللي هو المماس. طبعا هذا الخط هو مماس يمس هاي الدائرة ويمس هاي الدائرة ويمس هاي الدائرة. طبعا بما انه احنا بعدنا ما تعلمنا اوامر الاوبجكت سناب، راح نرسم بشكل يدوي. راح اجي اختار الامر لاين، وطبعا ممكن اصعد الى الاعلى، اضغط هنا كليك، وممكن اجي اضغط كليك ومن ثم انتر. ايضا بامكانكم انه تلغون هذا الخط. الان نتعلم اوامر الاوبجكت سناب، لكن انا راح ارسمها طبعا بهذه الطريقة، ومن ثم انتر. الاحظ انه هذه الرسمة اصبحت كاملة ومشابهة تماما الى هذه الرسمة. طبعا هذه الرسمة راح تكون واجب لهذه المحاضرة. في حال لو كانت صعبة عليكم، بامكانكم تعيدون المحاضرة مرة او مرتين، راح تكون جدا سهلة وبسيطة. ايضا راح نتعلم في المحاضرات القادمة بقية اوامر التعديل، وفي كل محاضرة راح يكون تطبيق عملي على المجموعة اللي راح نتعلمها. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.